تنطلق اليوم في العاصمة الكازاخستانية استانا جولة جديدة من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في سوريا بحضور الدول الضامنة أي إيران وروسيا وتركيا. وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان لها أمس إن وفدا معارضا برئاسة عضو الهيئة العليا للمفاوضات محمد علوش سيشارك في المفاوضات. وأضافت الوزارة أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا أكد مشاركته.